جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل بانه نذر ان يصوم الخميس ولكن لم اصم هل عليه شيء وما حكم كثره النذور يقضي يقضي هذا اليوم الذي نذر ان يصومه ولم يصومه يقضيه ولا لا ينبغي النذر يعني يكره الدخول فيه لانه احراج للانسان ولكن اذا دخل فيه وهو نذر طاعه وجب عليه الوفاء قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، نعم